دخل العالم شهوره الأخيرة وقارب العام على الانتهاء، وعجلة الزمن تدور بسرعة كبيرة، محدثة ضجة كلما دارت. في كل يوم هناك أحداث ومواقف وتغيرات تصدم البشرية، ونحن في متابعتنا الإخبارية نرصد ونعاين كل جديد على الساحة المحلية أو الدولية. فأهلا بكم معنا مشاهدينا في برنامجنا متابعات إخبارية. تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لمرضى السكري يوم 14 من نوفمبر من كل عام، ويوفر اليوم العالمي فرصة لزيادة الوعي بالمرض كقضية عالمية تتعلق بالصحة العامة وما يجب القيام به بشكل جماعي أو فردي لتحسين الوقاية والتشخيص وإدارة الحالة. أما موضوع هذا العام فهو الوصول إلى التثقيف حول مرض السكري، ويدعم الموضوع الأكبر الذي يمتد لعدة سنوات وهو الوصول إلى الرعاية. توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالكشف عن منفذي الهجوم الذي وقع وسط مدينة اسطنبول، قائلا إن الإرهاب لن يصل إلى مبتغاه. ووصلت حصيلة التفجير الذي وقع في جانب من شارع استقلال المكتظ بالسياح إلى 6 قتلى و81 جريحا حتى هذه اللحظة. في غضون ذلك أظهرت كاميرا أمنية مثبتة في شارع استقلال بمنطقة تقسيم وسط اسطنبول لحظة الانفجار الذي وقع إلى في جانب من الشارع بينما يسير المارة على الرصيف التجاري في المنطقة المليئة بالمطاعم والمحال التجارية. أظهرت النتائج الأولية أن ناتاسا بيرك موسار المحامية المستقلة فازت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في سلوفينيا، وستصبح أول امرأة تتولى رئاسة الدولة. وفازت موسار 54 عاما بنسبة 53.86% من الأصوات في جولة الإعادة، في حين فاز منافسها السياسي اليميني ووزير الخارجية السابق أندري لوتار بنسبة 46% وفقا لبيانات لجنة الانتخابات على أساس 99% من الأصوات التي تم فرزها. تزداد طوابير الجوع أمام بنوك توزيع الطعام وسط أزمة ارتفاع الأسعار الخانقة التي تعصف بعدة دول أوروبية، كما هو الحال في العاصمة الإسبانية مدريد. وتقول المنظمات الاجتماعية التي تستقبل المحتاجين للمساعدة إن تلك الطوابير أصبحت في ارتفاع ملحوظ ومستمر منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا. في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالقارة الأوروبية مع تداعيات الحرب في أوكرانيا، بات مشهد وقوف المئات أمام بنوك الطعام الخيرية في إسبانيا مشهدا شبه اعتيادي بسبب أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم مع انخفاض القدرة الشرائية. وفي السنوات السابقة كان يقتصر تقديم هذه المساعدات لأولئك العاطلين عن العمل ومن لا دخل لهم، أما الآن فباتت المساعدات تقدم للأفراد والعائلات من ذوي الدخل الضعيف الذين بدخلهم المحدود لا يستطيعون الصمود حتى نهاية الشهر. وخلال الأسابيع القليلة الماضية وبدعوات من النقابات العمالية، خرج الآلاف في العاصمة مدريد للمطالبة برفع الأجور لزيادة القدرة الشرائية التي تراجعت مع الأزمة الاقتصادية الحالية. وتحذر المنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر وكاريتاس من خريف أسود مع تزايد أعداد الفقراء والمحتاجين مع التضخم وتحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والاستهلاكية. أعلن
أعلنت الحكومة قرية باراجاباتي الهندية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6500 نسمة وتتألف بشكل أساسي من الخزافين والخياطين والمزارعين وصانعي الأحذية كأول قرية في الهند تعمل على مدار الساعة باستخدام الطاقة الشمسية. وتهدف الهند ثالث أكبر ملوث للكربون في العالم إلى تلبية نصف احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030، وهو ما يزيد عن هدفها السابق البالغ 40%، والذي قالت الحكومة إنها حققته في ديسمبر 2021. قاد الملك تشارلز ملك بريطانيا إحياء ذكرى يوم الذكرى في لندن لأول مرة كملك، ووضع إكليل من الزهور المصمم حديثا بعد دقيقتين من الصمت في النصب التذكاري للحرب. وانضم إلى تشارلز الذي أصبح ملكا بعد وفاة الملكة إليزابيث في سبتمبر أعضاء كبار آخرون في العائلة المالكة بمن فيه ابنه وولي عهده الأمير ويليام. وتابع الحفل الذي حضره أيضا 7 رؤساء وزراء سابقين مسيرة سابقة شارك فيها حوالي 10,000 من قدام المحاربين في الفيلق الملكي البريطاني، يمثلون 300 من القوات المسلحة والمنظمات المدنية المختلفة. قبل عقد من الزمان كان الصياد التونسي أحمد شلي يسحب شباكه من البحر وقد امتلأت بالأسماك ليبيعها في السوق المحلية في جزر قرقنة، لكنه اليوم لا يجد في الشباك سوى داعش، وهو الاسم الذي أطلقه السكان على السلطعون الأزرق الذي غزا مناطق الصيد الخاصة بهم في مياه البحر المتوسط التي ترتفع درجة حرارتها بوتيرة سريعة. ويشكو شلي أن السلطعون الأزرق آفة. الصياد الذي يرمي شباكه ليمسك السمك أو الأخطبوط أصبح يجد السرطان الأزرق فقط، يعني بدل أن يجد السمك ليوفر به مدخولا أصبح يجد شيئا يقوم بتقطيع شباكه. الشبكة كنت أعمل بها لمدة 3 أو 4 سنوات وكنت أربح بسببها، الآن يجب علي أن أغيرها بعد عام. وارتفعت حرارة المياه غرب البحر المتوسط لأكثر من 70 يوما هذا الصيف بسبب موجة حارة بحرية. استقطب معرض روسي عن تاريخ أوكرانيا مئات الزوار في موسكو، وافتتح المعرض بعد أكثر من 9 أشهر من إرسال روسيا آلاف الجنود إلى أوكرانيا فيما تسميه موسكو عملية عسكرية خاصة. ويتألف المعرض من 10 قاعات مواضيعية ترسم تاريخ أوكرانيا منذ ظهور كييف روز حتى يومنا هذا. تركت أكثر من 20 حاوية مكدسة ومتناثرة عبر خطوط السكك الحديدية في جنوب أستراليا بعد خروج قطار شحن عن مساره، وخرجت حوالي 16 عربة تحمل عشرات الحاويات من سكة في الحادث الذي وقع بين إنفيرلي وغرين كيب على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب ملبورن في ولاية فيكتوريا حسب ما أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية. وقالت السلطات المحلية إن أحدا لم يصب بأذى ولا يزال سبب الانحراف قيد التحقيق. وتم الإبلاغ عن فيضانات واسعة النطاق في جميع أنحاء فيكتوريا بعد هطول أمطار غزيرة. أخيرا تم الكشف عن كأس العالم في الدوحة مع استمرار الاستعدادات لأكبر حدث في كرة القدم، إحدى الجوائز الأكثر شهرة في الرياضة. سافر الكأس إلى 51 دولة للترويج لبطولة 2022، وهي الأولى التي تقام في بلد عربي. وكان اللاعب الفرنسي السابق مارسيل ديسلي في متناول اليد للكشف عن الكأس في حفل خاص روجت له شركة كوكاكولا في أحد فنادق الدوحة. إلى هنا تنتهي معكم متابعتنا الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.